يشرف الساحة عامر بن منير. يا مرحبا وسهلا. هلا وسهلا. هلا هلا هلا. المعذرة يا رجال جعله ده. هلا مرحبا وسهلا. يلا الله حيك. شو اخبارك؟ يا حالك؟ طيب مرحبا. الله يبقيك يا رايم. يلا حيك. طيبين؟ طيبين. امورك زينة؟ مرحبا. بشر عنك. يلا حيك. يلا حيك. طيبين؟ اموركم زينة؟ يلا حيك. بشرون عنكم؟ الله يبقيك يطول عمرك. الله يسلمك. اموركم زينة؟ يلا حيك. الله يبقيك يا رايم. طيبين؟ طيب. أموركم زينة؟ بشرون عنكم؟ يا مرحبا. الله يبقيك يا رايم. طيب طيب الربع الأخوان. أجل لازم نقول لك الفقرة الساعة 4:30. أنا بعلم. إن كان بكرت خليناك مع مبارك لك ربي فقرته العصر. سبب التأخير طال عمرك اللي هو فلاح. فلاح ليه؟ إيه أكيد ما يبغى له واحد اثنين. عطنا أسبابك وليش؟ أول شيء دقيقة غنى قبل الضرب. نطالب أول شيء أرحب بك. الله يطول. الله يحييك. الله يبقيك. رجل نحبك ونقدرك. الله يطول. ووجودك والله لها إضافة جدا كبيرة يا عامر. الله يسعد هالوجه. والله أني تشرفت بظهوري معك. والله أني الله يحييك تحيا المطار. الله يبقيك ويعافيك. والزحمة أتوقع أنها سببت لك ضغط وضيق. يا لطيف. يا حبيبي لا تقول لي يا لطيف. الأصل أن الشخص لما يضيق اسمه. يعني. الشخص لما يضيق وزحمة وراه موعد يجي ضايق ومتكدر خاطره. عامر لا مشغل المسجل ومنطرب. وش دراك؟ أنا أتابع. بس اشوف ترى انا بعلمك أسلم. انا كنت ضايق لين جيت عند الباب وشفتك. اي والله يا اخي علمني وقت كيف الله هذا اللي تعلمته لحد يا مرحبا وسهلا. الله يبقيك. والله يمسيكم بكل خير. والله اني تشرفت بظهوري معكم ومسي على من خلف الشاشات والمعذره على التاخير. اشهد الله انها زحمات. والشخص ذا طبعا بيته برا الرياض قريب اصلا يجيك على رجوله. انا ساكن والله في بعيد لكن المعذره. لا ما بخاف ما بخاف. الله يطول عمرك والله يحييك ويحييك ذلك فلاح. والأمانة أنا يعني الحين جالس أسولف مع فلاح عن الشعر وعن اهتمامات الشعر وعن الشاعر. 13 ملي عنده أبيات 15 ملي. لا لا أهلكتها هذه أهلكتها. لا لا أنا بطلع بشوف له الحين جيب المحاور كذا سوالف ترى جالس سوالف. أخذ راحتك. لما أتكلم خلينا نقول فلاح داخل الإعلام وهو شاعر وعنده هدف معين. ولكن عامر منير رجل صاحب خلينا نقول ريليتي احنا صانع محتوى. صانع محتوى. صانع محتوى. هذا المخرج الوحيد. شوف لما تكلم صحيح صناعه محتوى جالس اشوف لك مقاطع مع الشباب منتشره جدا منتشره وحتى في كاس العالم في كاس وفي كاس كاس اسيا كاس اسيا والدوري السعودي واشوف لكم مقاطع جدا وفي مهرجان الملك عبد العزيز البل. نعم. جالس اشوف لك مقاطع جدا منتشره كيف ان الشخص يثبت نفسه اعلاميا في يعني فتره انا اشوفها جدا يعني وجيزه. شوف اللهم لك الحمد. انا عيد السؤال ثاني. لا انا ما فهمت بس اني باخش. لازم لازم. الله يطول عمرك. انا قدمت على البرنامج وكانت النقطه الوحيده اللي كنت خايف منها جميل. اللي هو انا كان في مخيلتي ان البرنامج ما يقبل الا شاعر منشد ممثل مقدم بس وانا ضايع فيها كلها. اي والله اكون معك صريح. المهم اني جيت دخلت المقابله انا طبعا كنت مقدم على نسخه جنتل جميل وكنت متحمس وقتها. فيوم جاني الرفض ما الشغف. اي فجأة لا والله عندي الوالدة أصرت علي إنك تدخل. إيه قدمت والله إني مقدم على البزنس 2 وأنا جاي على سجيتي مو عكس حماس جنتل. دخلت عليهم قلت سلام عليكم ويذكرونها. قلت سلام عليكم ترى ما عندي موهبة. كذا سيدة قلت ترى ما عندي موهبة. قالوا ليش جاي؟ قلت جاي أسولف. إيه والله إني جيتهم على الطبيعة على طول. فخلصت من اللقاء اكتشفت إنهم قبلوني. شفت الأسماء الكبيرة اللي معي تحمست. الأسماء اللي معي حمستني. جميل. يوم جيت وشفت الوضع فيه منافسة قلت بس نخش معه. حلو. اللهم لك الحمد. ودعس في الإعلام. اللهم لك الحمد. لا منشد ولا شاعر ولا كل بوه. دخلت اللهم يا أخي بيض الله وجهك. لك فرشت عن اليوم في تصفيات اليوم فهمت؟ في تجيني أسئلة كثير يا أخي أنا وش أقول وش أسوي؟ أمس دخل عليهم مرتبكين والله يا الربع في واحد قبل كم يوم معرق تقول إنك مغطس في موي مطلع. وش فيك؟ قال يا أخي يخوفون. يا أخي إيش تخاف؟ تعازي عامر يقول ما عندي شيء عارف نقطة إيه ترى في البداية أنا في أيام جنتل جيتك متحمس يا أخي جاي وحالتي حالة حافظ قصيدتين في البزنس أبو سعيد في البزنس أبي أدري وش قلت لهم نفس هذا هو الكلام ده نفسه دخلت قلت